الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة أي عبادة تصرف لغير الله قلنا الشرك أكبر. الثاني دعاء المسألة، دعاء الطلب، أقول للشيخ أعطني كاسة ماء، قارورة ماء، هذا دعاء طلب. هذا دعاء الطلب ينقسم إلى قسمين، فيما لا يقدر عليه إلا الله صرفه لغير الله شرك أكبر. يأتي لقبر إنسان ويطلب منه الولد، إنزال الغيث، هذا لا يقدر عليه وهو حي، فما بالنا وهو ميت، شرك أكبر. أما أن أطلب من المخلوق شيئا يقدر عليه، هذا يصح بشروط أربعة: أن يكون الطلب من حي لا من ميت، أن يكون الطلب من حاضر لا من غائب، يعني هذا في هولندا ينادي الولي الذي في الهند، لا يمكن. الثالث أن يكون الطلب من قادر لا من عاجز، يعني أنا أطلب كاسة ماء من إنسان مشلول لا يتحرك، لا يمكن. الرابع أنا أعتقد أن هذا سبب لا يضر ولا ينفع، وأن الذي بيده جلب المنافع ودفع المضار هو الله سبحانه وتعالى. توفرت هذه الشروط الأربعة، يصح أن أطلب من المخلوق شيئا يقدر عليه، وإلا كان هذا شركا. مثل الدعاء الاستعانة، أنا أقول للشيخ أعني في حمل هذا الدولاب في هذا الكرسي، يصح أو لا؟ ننظر، توفرت هذه الشروط الأربعة يصح، وإلا فلا. فلان غرق الآن في البحر هنا وينادي هذا يقول يا فلان أغيثني، يصح؟ يصح بهذه الشروط الأربعة. هذا الأستاذ يريد أن يقبل في الجامعة، وجاء للشيخ قال أريد أن تشفع لي حتى أقبل في الجامعة، هذه الشروط الأربعة وجدت، يصح هذا وإلا كانت شركة، والله أعلم.